فلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وأمره بتبليغ الدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الصورة، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل وقيل جبل الصفا ونادى في الناس جمعهم، فلما اجتمعت قريش قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول من رد عليه عمه قال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ يعني جمعتنا لده، وده أفضل ما يمكن أن يجتمعوا عليه، هذا أفضل ما يجتمعوا عليه. قال له ألهذا جمعتنا؟ جمعتنا عشان تقول لنا أعبد الله وحده؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولاحظوا في الكلمة دي أجعل الآلهة إلها واحدا، دي بتدل عليك على إنه هم كانوا بيعرفوا الله، بيعرفوا وبيعبدوا، لكن ما دارين براو. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله رفضوه. ليه؟ لأنهم يعرفون أن هذه الكلمة تقتضي ألا يعبد مع الله أحد، وأن الآلهة من الأصنام والأنداد وصور الصالحين لا تنفع ولا تضر، معناه يستغنوا عنده كله ويعبدوا ربنا براو. كويس، الكلام ده ما نفع معهم، عشان كده لما ألحوا على أبي طالب وحجين الكلام ده قدام قالوا لو يا أخي إن ابن أخيك فرق شملنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا، يا أخي تكلم معه ولو جاء أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي ما تريد من القوم؟ أنت داري منهم شنو؟ قال أريد منهم كلمة واحدة، واحدة بس تدين لهم بها العرب والعجم، بس كلمة واحدة. قام أبو طالب رد عليهم قال هو يريد منكم كلمة واحدة. قالوا وأبيك عشرة، نديه عشرة زيها كمان. قالوا ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طوالي قالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يا إخوان العرب ديل رفضوا هذه الكلمة لأنهم فهموها، وفي ناس الليلة قبلانين الكلمة دي لأنهم ما فهموها، هم قبلوها ليه؟ لأنهم ما فهمنا. تقول لي يا جماعة قولوا لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله. طيب أنت عارفين معناها شنو؟ معناها ما تمشي القبة وتقول يا سيدي الديني والحقنا في الشدايد، وما تعتقد انه شيخك بيسمعك وبيديك الدائرة وبيحميك وما تربط حجاب ولا تتوكل على زول، ده معناه. يقول لك يا مولانا انت بتنبس فينا مالك؟ انا ما نبستك، دي الكلمة اللي قلتها دايرة انت دي زهدة. الزمن ده في ناس بيقولوا الكلمة دي وما فاهمينها، وأغلب دقيقة بس، وأغلب ما يحصل للناس اليوم من الإشكالات بسبب عدم فهم هذه الكلمة. والله لو فهموها كويس وطبقوها
أمورنا كان كلها مشت تمام، لكن نحن تعودنا على الذلة والاستعباد. للأسف إذا عودنا على الاستعباد لابد يكون في زول فوقنا بيستعبد فينا ونتذلل له، ودي مشكلة كبيرة.